استيقظ الوسط الفني ومحبو الفنانة المصرية رجاء الجداوي على مفاجأة حزينة، هي خبر إصابتها بفيروس كورونا. ابنة الجداوي أميرة مختار كشفت عبر حسابها على فيسبوك فجر اليوم عن إصابة والدتها بالفيروس المستجد ونقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية بعد أن أصيبت بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، كما أوضحت أن والدتها أجرت التحاليل اللازمة وجاءت النتيجة إيجابية. علقت ابنة الجداوي قائلة: أرجوكم ادعوا لأمي. وبحسب مصادر لصحيفة اليوم السابعة المصرية، فحالة رجاء الجداوي مستقرة وهي الآن في غرفة عادية بالمستشفى، وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس. وفور إعلان إصابة الجداوي تصدر اسمها قائمة الأكثر بحثا على جوجل في مصر، وأيضا قوائم الأعلى تداولا في تويتر بأكثر من دولة عربية. الجدير ذكره أن إعلان إصابة الجداوي تسبب بصدمة، كون أنها كانت تصور مشاهد من عملها الرمضاني لعبة النسيان، وذلك حتى قبل 3 أيام فقط. كما نشرت صورة تجمعها بفريق وأبطال المسلسل عبر حسابها على إنستغرام، معلنة الاحتفاء بانتهاء التصوير وموجهة الشكر إلى جميع المشاركين. وبحسب موقع مصراوي، فإن الفنانة الكبيرة اختلطت بعدد كبير من فريق العمل خلال الأيام الماضية، منها دينا الشربيني ومحمود قابيل وآخرين، حيث تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل في 27 من رمضان. وأكد الموقع أنه أصبح من الضروري الآن على فريق العمل الذي رافق رجاء الجداوي خلال الأيام الأخيرة إجراء الفحوصات، مضيفا أن الجداوي كانت أكثر شخصية بين فريق العمل حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لعدم الإصابة بالفيروس، وكانت تحضر إلى التصوير بالكحول الخاصة بها والكمامة والقفازات، حتى في منزلها كانت حريصة على تنفيذ جميع الإجراءات.